نتائج مفاوضات النووية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل تحذر من شرق أوسط أكثر عنفا. الجيش اليمني يستعيد مواقع ومرتفعات شمال صعدة، وميليشيا الحوثي تواصل إجبار المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها. ماكرون ينجح بعقد قمة بين بايدن وبوتين، والأقمار الاصطناعية تكشف انتشارا روسيا جديدا على حدود أوكرانيا. يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أمام وزراء خارجية الاتحاد النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني. في الأثناء أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015. أوليانوف غرد قائلا أن المفاوضات ستشهد عودة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة. تأتي تصريحات المندوب الروسي ساعات بعد تصريحات للرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها أن الاتفاق النووي الجديد سيكون أضعف من اتفاق 2015. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى الشرق الأوسط أكثر عنفاً، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يسوق لتحديات جديدة لأمن إسرائيل، موضحاً أنه ليس لديه أي شك في أنهم سيواجهون أي تحد. وأكد أن إسرائيل لا تنوي قبول إيران كقوة نووية، وكشف أن لديهم خطاً أحمر وسيحافظون على حرية تصرف إسرائيل. وقال إن كل من أيد اتفاق إيران عام 2015 يشعر بالقلق من الاتفاق الوشيك، منوها إلى أن إيران تطالب برفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب، كما أن إيران تطالب بوقف التحقيقات الدولية في الاشتباه بتطوير قدرة نووية عسكرية. بالنسبة لإسرائيل والقوى الساعية للاستقرار في المنطقة، فإن الاتفاق على وضعه سيخلق فوضى أكثر وسيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفة. إيران لديها مطلب جديد فوق كل شيء، أليس كذلك؟ إنهم يطالبون الآن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. إيران تطالب برفع أكبر منظمة إرهابية على وجه الأرض من القائمة الأمريكية. إيرانياً أيضاً تحدث الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عن خطة مبيتة لاغتياله أو فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه من قبل من وصفهم بالعصابة الأمنية الفاسدة. ورداً على سؤال في مقابلة نشرت على موقع دولة بهار أي حكومة الربيع المقربة منه، قال أحمدي نجاد أن العصابة الأمنية الفاسدة وبعض التيارات تتابع هذا الموضوع، معتبراً أن العصابة تتكون ممن يفتقرون إلى قوة الفكر والإدارة، كما لا يستطيعون إدارة المجتمع فيحاولون عبر اللجوء إلى القوة والحذف والغطرسة فرض آرائهم. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الثلاثة في تحطم طائرة عسكرية قرب ساحة رياضية ومدرسة في مدينة تبريز. وأوضحت السلطات أن الطائرة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان. وأضافت أنها تحقق في أسباب وقوع الحادث الذي أدى لاندلاع حريق ضخم. قال مفاد الحدث أن الجيش اليمني استعاد مواقع ومرتفعات في شمال صعدة، وأكد أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في جبهة الضحيظة شرق حزم الجوف. عمل
اطلع من هنا شاهد حقك جوا 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 اقول لهم صحة يمينك يمينك صحة يمينك يا ولد قوة 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 القوة كله كرر كرر الماء الماء تواصل ميليشيا الحوثي إجبار المهاجرين الأفارقة خصوصا الإثيوبيين على القتال في صفوفها لتعويض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية في جبهات القتال. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين إحداهما لمقاتل يحمل الجنسية الإثيوبية قتل أثناء مشاركته في القتال بصفوف ميليشيا الحوثي، وأخرى لجريح من الإثيوبيين أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات صنعاء بترت إحدى ساقيه خلال القتال إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال مؤخرا. هذا وأكد رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدد المقاتلين الإثيوبيين في صفوف الحوثيين يفوق 1000 إثيوبي من المهاجرين واللاجئين. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا مجددا لمدة ساعة بشأن أوكرانيا. وقال الإليزي أن الرئيس الفرنسي اقترح عقد قمة مشتركة بين كل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية. وأكد الإليزي أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون. كما أضاف الإليزي أن جدول أعمال القمة سيعد من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف اللذين سيلتقيان الخميس. وشدد الإليزي على أن قمة بايدن وبوتين لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تغزو روسيا أوكرانيا. وقال الإليزي أن القمة ستتوسع لتشمل كل الدول المعنية بالأزمة لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. ومن جانبه أكد البيت الأبيض موافقة بايدن على لقاء بوتين إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. واشنطن كشفت بحسب بيان للبيت الأبيض أن هناك أدلة على مواصلة روسيا حشدها العسكري بشكل كبير لغزو أوكرانيا، لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لفرض عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أحدث تحذيرات الرئيس جو بايدن من أن روسيا تمضي قدما إلى غزو أوكرانيا مصدرها تقارير استخباراتية. وأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحملة التي تشنها تهدف لإبطاء الغزو بحسب نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة كشفت أن 40 إلى 50% من 150 ألف جندي روسي يحيطون بأوكرانيا خرجوا من مرحلة الإعداد إلى التشكيل القتالي. وعلى الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي أظهرت أن بوتين اتخذ قرار الهجوم، إلا أن الإدارة الأمريكية ترى أن النافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن الرئيس الروسي لا يزال بإمكانه إيقاف الغزو. قبل ذلك نقلت شبكة سي بي اس الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأمريكية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا. وبدورها نقلت قناة سي ان ان عن مسؤول أمريكي قوله أن تقييما استخباريا يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا. واليوم تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية وسبل مواجهتها. وسيعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب أوكرانيا. وأكدت المنظمة قبيل الاجتماع تسجيل انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس في دونباس داعية لسحب الأسلحة الثقيلة ووقف إطلاق النار. كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها روسيا إذا غزت أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد موسكو من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية، كما سيتم فرض عقوبات على جميع السلع التي يصنعها الاتحاد الأوروبي والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها. وأوضحت أنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد الغزو، رافضة مناشدات الرئيس الأوكراني بفرض عقوبات فورية على موسكو. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري نقطة ضعفها، إذ تشكل ثلثي صادرات موسكو وتأتي نصف ميزانيتها منها.
من المقرر أن يزور وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد روسيا اليوم بحسب ما أعلنت السفارة السورية في موسكو، ولم تذكر السفارة أسباب زيارة المقداد أو المسؤولين الذين سيلتقي بهم في موسكو. وكانت آخر زيارة قام بها المقداد إلى موسكو عام 2020 عقب زيارته طهران بعد تسلمه منصب وزير الخارجية. قالت وزارة الخارجية المصرية أن إعلان إثيوبيا عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من أديس أبابا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وأشارت الخارجية في بيان مقتضب أن إعلان إثيوبيا يأتي بعد الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد. الموقف المصري يأتي بعد تصريحات لكبير المفاوضين الإثيوبيين حول السد بأن توليد الكهرباء حدث تاريخي ومهم بالنسبة لبلاده. أفادت مصادر الحدث بأن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ستضم 27 وزارة موزعة بين الأقاليم الثلاثة، على أن تكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب الإقليم الغربي، فيما حقائب المالية والكهرباء والعدل ستكون من نصيب الإقليم الشرقي ووزارة الدفاع للإقليم الجنوبي. اصطف العشرات من الليبيين أمام مقر مصرف الإدخار في العاصمة طرابلس في انتظار قبول أوراق طلباتهم بالحصول على القروض السكنية التي وعدهم بها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن إدارة المصرف أعلنت في بيان عدم استلامها أي من الملفات المقدمة إليها بغرض الإقراض، مرجعة ذلك إلى عدم إتمام وضع شروط وضوابط الحصول على قرض والمستندات المطلوبة لذلك. وكان الدبيبة أعلن خلال الاحتفال بذكرى ثورة 17 من فبراير توزيع 50,000 قطعة أرض على الشباب بالإضافة إلى 100,000 وحدة سكنية، كما وعدهم بالبدء في منح قروض سكنية من يوم الأحد لبناء تلك الأراضي واستكمال الشقق السكنية التي لم يستكمل بناؤها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي المدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة الحرب. هناك إملاءات النظام الإيراني، حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الشبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاصمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية. We'll be right back.
نتائج مفاوضات نووية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تحذر من شرق أوسط أكثر عنفا. الجيش اليمني يستعيد مواقع ومرتفعات شمال صعدة، وميليشيا الحوثي تواصل إجبار المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها. ماكرون ينجح بعقد قمة بين بايدن وبوتين، والأقمار الاصطناعية تكشف انتشارا روسيا جديدا على حدود أوكرانيا. يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أمام وزراء خارجية الاتحاد النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني. في الأثناء أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015. أوليانوف غرد قائلا إن المفاوضات ستشهد عودة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة. تأتي تصريحات المندوب الروسي ساعات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها إن الاتفاق النووي الجديد سيكون أضعف من اتفاق 2015. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات إن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفا، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يسوق لتحديات جديدة لأمن إسرائيل، موضحا أنه ليس لديه أي شك في أنهم سيواجهون أي تحد. وأكد أن إسرائيل لا تنوي قبول إيران كقوة نووية، وكشف أن لديهم خط أحمر وسيحافظون على حرية تصرف إسرائيل. وقال أن كل من أيد اتفاق إيران في عام 2015 يشعر بالقلق من الاتفاق الوشيك، منوها إلى أن إيران تطالب برفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، كما أن إيران تطالب بوقف التحقيقات الدولية في الاشتباه بتطوير قدرة نووية عسكرية. بالنسبة لإسرائيل والقوى الساعية للاستقرار في المنطقة، فإن الاتفاق على وضعه سيخلق فوضى أكثر وسيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفة. إيران لديها مطلب جديد فوق كل شيء، أليس كذلك؟ إنهم يطالبون الآن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. إيران تطالب برفع أكبر منظمة إرهابية على وجه الأرض من القائمة الأمريكية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس أن السلوك العدواني الإيراني يزداد على مستوى الهجمات الإرهابية في المنطقة، وأوضح خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن أنه حتى إذا تم توقيع اتفاق نووي فيجب منع إيران من أن تحصل على السلاح النووي. Iranian aggression is rising, not just in nuclear program, but also in its regional attacks. Iran takes over failed states, forcing them to defend Iranian interests while committing severe human rights violations. All steps must be taken to ensure that Iran never becomes a nuclear threshold state. The world must never come to terms with it, and Israel will never come to terms with it. إيرانيا أيضا تحدث الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عن خطة مبيتة لاغتياله أو فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه من قبل من وصفهم بالعصابة الأمنية الفاسدة. وردا على سؤال في مقابلة نشرت على موقع دولة بهار أي حكومة الربيع المقربة منه، قال أحمد نجاد أن العصابة الأمنية الفاسدة وبعض التيارات تتابع هذا الموضوع، معتبرا أن العصابة تتكون ممن يفتقرون إلى قوة الفكر والإدارة، كما لا يستطيعون إدارة المجتمع فيحاولون عبر اللجوء إلى القوة والحظ والغطرسة فرض آرائهم. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 3 في تحطم طائرة عسكرية قرب ساحة رياضية ومدرسة في مدينة تبريز. وأوضحت السلطات أن الطائرة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث،
ما أدى إلى مقتل 2 من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان، وأضافت أنها تحقق في أسباب وقوع الحادث الذي أدى لاندلاع حريق ضخم. قال موفد الحدث إن الجيش اليمني استعاد مواقع ومرتفعات في شمال صعدة، وأكد أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في جبهة الضحيظة شرق حزم الجوف. قوة أقول لهم صحت يمينك يمينك صحت يمينك يا ولد قوة 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 القوة قل له كرر كرر الماء الماء معاركنا مستمرة وتحريرنا مستمر ومتجهين جهة صعدة بفضل الله وبدعم أخواننا وأشقائنا في التحالف العربي سوف نصل إلى إنهاء هذه الشرذمة الخبيثة. تواصل ميليشيا الحوثي إجبار المهاجرين الأفارقة خصوصا الإثيوبيين على القتال في صفوفها لتعويض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية في جبهات القتال. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين، إحداهما لمقاتل يحمل الجنسية الإثيوبية قتل أثناء مشاركته في القتال بصفوف ميليشيات الحوثي، وأخرى لجريح من الإثيوبيين أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات صنعاء بترت إحدى ساقيه خلال القتال إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال مؤخرا. هذا وأكد رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدد المقاتلين الإثيوبيين في صفوف الحوثيين يفوق 1000 إثيوبي من المهاجرين واللاجئين. على مسافة تبعد 60 كيلومتر من مركز محافظة مأرب، يمارس سكان مديرية رغوان شمالية غرب المحافظة حياتهم الطبيعية وسط أجواء من الهدوء والسكينة. الحدث زارت المديرية التي تدعي الميليشيا الحوثية السيطرة عليها منذ فبراير 2020 ونقلت المشهد التالي. بكرة مثقوبة وغير ممتلئة بالهواء يلعب الأطفال والسعادة تملأ وجوههم في مركز مديرية رغوان شمالي غرب مأرب، غير آبهين بالحرب على أطراف مناطقهم. أطفال وفي يوم إجازتهم الأسبوعية يؤكدون أنهم ما برحوا منازلهم وأهاليهم في قرى المديرية التي تصدت لأعنف محاولات الهجوم الحوثية خلال عامين. الحوثي بعيد منا ولا قد حد نجح منا ولا شيء، والمستشفيات شغالة والمدارس شغالة، وإن شاء الله بإذن الله ما نزح من مديرية رغوان. الوضع الحمد لله مستقر والأوضاع مستقرة ولا شيء حولنا من ذا الجبهات، وإحنا هنا ندرس أمورنا طيبة. حياة طبيعية يعيشها ما يزيد عن 9000 نسمة هم تعداد سكان مديرية رغوان، مع توفر الخدمات الأساسية في المديرية الريفية التي تسكنها قبائل دهم. الإعلام العدو دائما يكذب والكذب عادة لهم، متعودين على الكذب. نحن يعني ما نطمح ان احنا نزيد نفلت رغوان، ولا الان الجيش والمقاومه الشعبيه تقدموا وقد يعني اخذوا كيلوهات من مديريه رغوان، تبعد عن معسكر ماس وقرب معسكر ماس، والخط الدولي بات على مرمى نيران الجيش والمقاومه. واما بالنسبه للمواطنين فهم في مديريه رغوان امنين مطمئنين. الحياه الطبيعيه مستقره، لكنكم اليوم جيتوا في يوم اجازه يوم السبت، وكانت المدرسة شغالة والطلاب ذاهبين إليها والمستشفى كذلك. حالة من الأمان والاستقرار والهدوء في أسداس كما يوضح المشهد بمركز مديرية رغوان،
والتي تستمر وسائل إعلام الحوثيين بإعلان سيطرتهم عليها منذ فبراير من عام 2020. رغم قرب مركز مديرية رغوان من جبهات القتال الممتدة من مديرية مدغل حتى مديرية مجزر حتى محافظة الجوف، إلا أن الحياة الطبيعية ما تزال في هذه المديرية والأطفال يمارسون حياتهم الطبيعية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مركز مديرية رغوان شمالي غرب مأرب. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا مجددا لمدة ساعة بشأن أوكرانيا. وقال الإليزي أن الرئيس الفرنسي اقترح عقد قمة مشتركة بين كل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية. وأكد الإليزي أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون. كما أضاف الإليزي أن جدول أعمال القمة سيعد من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكين والروسي لافروف اللذين سيلتقيان الخميس. وشدد الإليزي على أن قمة بايدن وبوتين لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تغزو روسيا أوكرانيا. وقال الإليزي أن القمة ستتوسع لتشمل كل الدول المعنية بالأزمة لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. من جانبه أكد البيت الأبيض موافقة بايدن على لقاء بوتين إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. واشنطن كشفت بحسب بيان للبيت الأبيض أن هناك أدلة على مواصلة روسيا حشدها العسكري بشكل كبير لغزو أوكرانيا، لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لفرض عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أحدث تحذيرات الرئيس جو بايدن من أن روسيا تمضي قدما إلى غزو أوكرانيا مصدرها تقارير استخباراتية، وأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحملة التي تشنها تهدف لإبطاء الغزو بحسب نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة كشفت أن 40 إلى 50% من 150 ألف جندي روسي يحيطون بأوكرانيا خرجوا من مرحلة الإعداد إلى التشكيل القتالي. وعلى الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي أظهرت أن بوتين اتخذ قرار الهجوم، إلا أن الإدارة الأمريكية ترى أن نافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن الرئيس الروسي لا يزال بإمكانه إيقاف الغزو. قبل ذلك نقلت شبكة CBS الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأمريكية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا. وبدورها نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن تقييما استخباريا يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا. وفي السياق، أظهرت صور أقمار اصطناعية التقطتها شركة ماكسر الأمريكية للتكنولوجيا أظهرت عمليات انتشار ميداني جديدة لمعدات مدرعة وقوات روسية وطائرات عمودية على الحدود الأوكرانية، تزامنت مع رفع درجة التصعيد بين الجانبين وسط مخاوف من حدوث غزو محتمل. وقالت الشركة التقنية في بيان إن هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا لمجموعات القتال كالدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم. وكان تاريخ التقاط الصور في 15 من فبراير الجاري. واليوم تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية وسبل مواجهتها، وسيعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب أوكرانيا. وأكدت المنظمة قبيل الاجتماع تسجيل انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس في دونباس، داعية لسحب الأسلحة الثقيلة ووقف إطلاق النار.
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها روسيا إذا غزت أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد موسكو من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية، كما سيتم فرض عقوبات على جميع السلع التي يصنعها الاتحاد الأوروبي والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح للتحديث وتنويع اقتصادها. وأوضحت أنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد الغزو، رافضة مناشدات الرئيس الأوكراني بفرض عقوبات فورية على موسكو. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري نقطة ضعفها، إذ تشكل ثلثي صادرات موسكو وتأتي نصف ميزانيتها منها. يبدو أن التصفيق الحار لأوكرانيا في مؤتمر ميونخ للأمن لم يقنع الرئيس الأوكراني بالدعم الغربي، قائلاً إن بلاده تشكك بفرض عقوبات على روسيا إذا نفذت الغزو. Кажете, що 100% війна буде за декілька днів. То чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції після того, як буде бомбардування, чи як будуть стріляти по нашій державі, чи якщо у нас не буде більше кордонів, чи у нас не буде економіки, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції? انتقادات مبطنة من أوكرانيا لبعض الدول الغربية التي تقف عائقاً أمام مسألة انضمامها للناتو، حيث وصف زيلينسكي موقع بلاده في المنطقة الرمادية ليست مع أوروبا ولا مع روسيا. الانتقادات كررها وزير خارجية أوكرانيا، حيث طالب بخطوات فعلية الآن لردع روسيا عن اجتياح بلاده. الوقت قد حان لكي يفرض الغرب عقوبات على موسكو، على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضدها. يجب إيقاف روسيا الآن، نرى كيف تتطور الأحداث. الرئاسة الأوكرانية وجها لوجه مع نائبة الرئيس الأمريكي طالبت بدعم عسكري أكبر في إشارة لموقف واشنطن أن قواتها دفاعية لا هجومية. The importance of the integrity and the territorial integrity of Ukraine and your sovereignty. And the United States stands with Ukraine in this regard. إذن كييف في موقف لا تحسد عليه، فهي ترى أن الدعم الغربي لا يكفي لردع روسيا، ما يجعل رئيسها يعرض لقاء مع بوتين لمعرفة ما يريد. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخص متأثر بإصابته بالرصاص أثناء تظاهرات في مدينة بحري الأحد. وقالت اللجنة في بيان إن المتوفي أصيب برصاص حي أصابه في الصدر. وأوضحت اللجنة أن المتوفي كان يرقد بمستشفى الخرطوم بحري بعد خضوعه لعملية بتر أحد الأعضاء ليصاب برصاصة حية في الصدر بعد خروجه لاستنشاق الهواء بالشرفة بسبب ضيق في التنفس نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل العنبر. واتهمت لجنة الأطباء قوات الأمن بأنها من أطلقت النار. قالت وزارة الخارجية المصرية أن أعلن أثيوبيا عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من أديس أبابا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وأشارت الخارجية في بيان مقتضب أن أعلان أثيوبيا يأتي بعد الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد. الموقف المصري يأتي بعد تصريحات لكبير المفاوضين الإثيوبيين حول السد بأن توليد الكهرباء حدث تاريخي ومهم بالنسبة لبلاده.
يزداد القلق في مصر والسودان من تداعيات استمرار العمل في سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الأطراف كافة. وهنا في إثيوبيا تزداد محاولات الحكومة لطمأنة الجانبين بأنه لا توجد نوايا للإضرار بحصة أي منهما. هنا في سد النهضة تهدف إثيوبيا للوصول إلى قدرة إنتاجية من الكهرباء عند اكتمال المشروع تقدر ب 5150 ميجاوات، ولكن ما تم تدشينه في المرحلة الأولى من خلال توربين واحد هو الوصول لقدرة إنتاجية تبلغ 350 ميجاوات. هذه هي أقرب نقطة تمكننا من الوصول إليها داخل مناطق العمليات في سد النهضة. تظهر خلفي التوربينات المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية، ومن الصعب الاقتراب أكثر، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ولكن أيضا بسبب وعورة الطريق. فيما لا يزال الجدل السياسي مستمرا بشأن التوصل لحل يرضي كافة الأطراف بشأن سد النهضة. على الأرض تقول إثيوبيا إنها أكملت بالفعل حوالي 85% من الأعمال الكلية للسد، وسط توقعات بإكمال هذا المشروع خلال عامين على الأكثر. من إثيوبيا للعربية والحدث، رفيدة ياسين. أفادت مصادر الحدث بأن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغة ستضم 27 وزارة موزعة بين الأقاليم الثلاثة، على أن تكون وزارتا الداخلية والخارجية من نصيب الإقليم الغربي، فيما حقائب المالية والكهرباء والعدل ستكون من نصيب الإقليم الشرقي، ووزارة الدفاع للإقليم الجنوبي. شددت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة سعي مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن، وأكدت على أن التوافق يجب أن يكون من خلال العملية السياسية الشاملة والشفافة، ودعت ويليامز إلى الاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية. اصطف العشرات من الليبيين أمام مقر مصرف الإدخار في العاصمة طرابلس في انتظار قبول أوراق طلباتهم بالحصول على القروض السكنية التي وعدهم بها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن إدارة المصرف أعلنت في بيان عدم استلامها أي من الملفات المقدمة إليها بغرض الإقراض، مرجعة ذلك إلى عدم إتمام وضع شروط وضوابط الحصول على قرض والمستندات المطلوبة لذلك. وكان الدبيبة أعلن خلال الاحتفال بذكرى ثورة 17 من فبراير توزيع 50,000 قطعة أرض على الشباب، بالإضافة إلى 100,000 وحدة سكنية، كما وعدهم بالبدء في منح قروض سكنية من يوم الأحد لبناء تلك الأراضي واستكمال الشقق السكنية التي لم يستكمل بناؤها. بدأت السلطات القضائية التونسية التحقيق بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة، موجهة إلى حركة النهضة الاتهامات وجهت إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي ونائبه علي العرايض الذي كان وزيرا للداخلية. وأكد أعضاء من هيئة الدفاع في قضية بلعيد والإبراهمي أن التحقيقات أظهرت تورط راشد الغنوشي بتجاوزات خطيرة تصل حد غسيل الأموال والثراء الفاحش والتخابر والتآمر على أمن الدولة، وتم الكشف بالوثائق عن النظام السري المالي للغنوشي الذي أقام علاقات مالية مباشرة مع جهات أجنبية وتولى غسيل الأموال وفق عضو الهيئة المحامي عبد الناصر العويني، وأشار إلى مواصلة تعطيل مسار البحث والتحقيق فيما يتعلق بالجهاز السري والغرفة السوداء التابعين لحركة النهضة. قرر المجمع المهني للمخابز العصرية في تونس الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة ابتداء من يوم الاثنين، ويطالب المجمع المهني للمخابز والذي يضم حوالي 1300 مخبز بإيجاد حلول لمشاكل التزويد بمواد أولية هامة، إذ يسجل منذ أكثر من 3 أشهر نقصا حادا في بعض تلك المواد، مما تسبب في توقف عمل العديد من المخابز العصرية. وفي العراق نفضت المكتبة المركزية لجامعة الموصل غبار داعش وفتحت أبوابها مجددا بعد ترميمها.
التنظيم الإرهابي داعش بارتكاب مجزرة ثقافية بحق هذه المكتبة، وراح ضحيتها عشرات وآلاف، وصل إلى المليون، ما يقارب المليون كتاب على مصدر ثقافي علمي ينتهجه الباحثين الأكاديميين. هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. نتائج مفاوضات النووية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل تحذر من شرق أوسط أكثر عنفا. الجيش اليمني يستعيد مواقع ومرتفعات شمال صعدة، وميليشيا الحوثي تواصل إجبار المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوف. ماكرون ينجح بعقد قمة بين بايدن وبوتين، والأقمار الاصطناعية تكشف انتشارا روسيا جديدا على حدود أوكرانيا. يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أمام وزراء خارجية الاتحاد النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
في الأثناء أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015. أوليانوف غرد قائلا أن المفاوضات ستشهد عودة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة. تأتي تصريحات المندوب الروسي ساعات بعد تصريحات للرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها أن الاتفاق النووي الجديد سيكون أضعف من اتفاق 2015. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى الشرق الأوسط أكثر عنفا، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يسوق لتحديات جديدة لأمن إسرائيل، موضحا أنه ليس لديه أي شك في أنهم سيواجهون أي تحد. وأكد أن إسرائيل لا تنوي قبول إيران كقوة نووية، وكشف أن لديهم خطا أحمر وسيحافظون على حرية تصرف إسرائيل. وقال إن كل من أيد اتفاق إيران عام 2015 يشعر بالقلق من الاتفاق الوشيك، منوها إلى أن إيران تطالب برفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب، كما أن إيران تطالب بوقف التحقيقات الدولية في الاشتباه بتطوير قدرة نووية عسكرية. بالنسبة لإسرائيل والقوى الساعية للاستقرار في المنطقة، فإن الاتفاق على وضعه سيخلق فوضى أكثر وسيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفة. إيران لديها مطلب جديد فوق كل شيء، أليس كذلك؟ إنهم يطالبون الآن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. إيران تطالب برفع أكبر منظمة إرهابية على وجه الأرض من القائمة الأمريكية. إيرانياً أيضاً تحدث الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عن خطة مبيتة لاغتياله أو فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه من قبل من وصفهم بالعصابة الأمنية الفاسدة، ورداً على سؤال في مقابلة نشرت على موقع دولة بهار أي حكومة الربيع المقربة منه، قال أحمدي نجاد أن العصابة الأمنية الفاسدة وبعض التيارات تتابع هذا الموضوع، معتبراً أن العصابة تتكون ممن يفتقرون إلى قوة الفكر والإدارة كما لا يستطيعون إدارة المجتمع، فيحاولون عبر اللجوء إلى القوة والحذف والغطرسة فرض آرائهم. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الثلاثة في تحطم طائرة عسكرية قرب ساحة رياضية ومدرسة في مدينة تبريز. وأوضحت السلطات أن الطائرة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان، وأضافت أنها تحقق في أسباب وقوع الحادث الذي أدى لاندلاع حريق ضخم. قال موفد الحدث أن الجيش اليمني استعاد مواقع ومرتفعات في شمال صعدة، وأكد أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في جبهة الضحيظة شرق حزم الجوف. قوة أقول لهم صحة يمينك يمينك صحة يمينك يا ولد قوة 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 القوة قل له كرر الماء بالله. تواصل ميليشيا الحوثي إجبار المهاجرين الأفارقة خصوصاً الإثيوبيين على القتال في صفوفها لتعويض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية في جبهات القتال. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين إحداهما لمقاتل يحمل الجنسية الإثيوبية قتل أثناء مشاركته في القتال بصفوف ميليشيا الحوثي، وأخرى لجريح من الإثيوبيين أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات صنعاء بترت إحدى ساقيه خلال القتال إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال مؤخرا. هذا وأكد رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدد المقاتلين الإثيوبيين في صفوف الحوثيين يفوق 1000 إثيوبي من المهاجرين واللاجئين.
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا مجددا لمدة ساعة بشأن أوكرانيا. وقال الإليزي أن الرئيس الفرنسي اقترح عقد قمة مشتركة بين كل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية. وأكد الإليزي أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون. كما أضاف الإليزي أن جدول أعمال القمة سيعد من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف اللذين سيلتقيان الخميس. وشدد الإليزي على أن قمة بايدن وبوتين لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تغزو روسيا أوكرانيا. وقال الإليزي أن القمة ستتوسع لتشمل كل الدول المعنية بالأزمة لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. ومن جانبه أكد البيت الأبيض موافقة بايدن على لقاء بوتين إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. واشنطن كشفت بحسب بيان للبيت الأبيض أن هناك أدلة على مواصلة روسيا حشدها العسكري بشكل كبير لغزو أوكرانيا. لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لفرض عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أحدث تحذيرات الرئيس جو بايدن من أن روسيا تمضي قدما إلى غزو أوكرانيا مصدرها تقارير استخباراتية. وأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحملة التي تشنها تهدف لإبطاء الغزو بحسب نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة كشفت أن 40 إلى 50% من 150 ألف جندي روسي يحيطون بأوكرانيا خرجوا من مرحلة الإعداد إلى التشكيل القتالي. وعلى الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي أظهرت أن بوتين اتخذ قرار الهجوم، إلا أن الإدارة الأمريكية ترى أن النافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن الرئيس الروسي لا يزال بإمكانه إيقاف الغزو. قبل ذلك نقلت شبكة CBS الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأمريكية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا. وبدورها نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن تقييما استخباريا يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا. واليوم تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية وسبل مواجهتها. وسيعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب أوكرانيا. وأكدت المنظمة قبيل الاجتماع تسجيل انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس في دونباس داعية لسحب الأسلحة الثقيلة ووقف إطلاق النار. كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها روسيا إذا غزت أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد موسكو من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية، كما سيتم فرض عقوبات على جميع السلع التي يصنعها الاتحاد الأوروبي والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها. وأوضحت أنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد الغزو، رافضة مناشدات الرئيس الأوكراني بفرض عقوبات فورية على موسكو. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري نقطة ضعفها، إذ تشكل ثلثي صادرات موسكو وتأتي نصف ميزانيتها منها. من المقرر أن يزور وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد روسيا اليوم بحسب ما أعلنت السفارة السورية في موسكو. ولم تذكر السفارة أسباب زيارة المقداد أو المسؤولين الذين سيلتقي بهم في موسكو. وكانت آخر زيارة قام بها المقداد إلى موسكو عام 2020 عقب زيارته طهران بعد تسلمه منصب وزير الخارجية. قالت وزارة الخارجية المصرية أن إعلان إثيوبيا عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من أديس أبابا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وأشارت الخارجية في بيان مقتضب أن إعلان إثيوبيا يأتي بعد الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد. الموقف المصري يأتي بعد تصريحات لكبير المفاوضين الإثيوبيين حول السد بأن توليد الكهرباء حدث تاريخي ومهم بالنسبة لبلاده.
أفادت مصادر الحدث بأن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ستضم 27 وزارة موزعة بين الأقاليم الثلاثة، على أن تكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب الإقليم الغربي، فيما حقائب المالية والكهرباء والعدل ستكون من نصيب الإقليم الشرقي ووزارة الدفاع للإقليم الجنوبي. اصطف العشرات من الليبيين أمام مقر مصرف الإدخار في العاصمة طرابلس في انتظار قبول أوراق طلباتهم بالحصول على القروض السكنية التي وعدهم بها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن إدارة المصرف أعلنت في بيان عدم استلامها أي من الملفات المقدمة إليها بغرض الإقراض، مرجعة ذلك إلى عدم إتمام وضع شروط وضوابط الحصول على قرض والمستندات المطلوبة لذلك. وكان الدبيبة أعلن خلال الاحتفال بذكرى ثورة 17 من فبراير توزيع 50,000 قطعة أرض على الشباب، بالإضافة إلى 100,000 وحدة سكنية، كما وعدهم بالبدء في منح قروض سكنية من يوم الأحد لبناء تلك الأراضي واستكمال الشقق السكنية التي لم يستكمل بناؤها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.